أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية. نكمل أخبارنا في مساء الخير لهذا اليوم. منظمة العمل الدولية أعلنت للمرة الأولى في تاريخ المنظمة صادقت كل الدول الأعضاء على معيار العمل الدولي والخاص باتفاقية عمل الأطفال. جاء هذا في بيان أعلن أنه عدد الدول الأعضاء في المنظمة، منظمة العمل الدولية، 187 دولة، وصادقت جميعها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999. مش عارف المصادقة النهائية بتاخد وقت كده ليه. مرة نفسي أسأل خبير سياسي أن التوقيع بالأحرف الأولى أو الموافقة المبدئية بيكون ما بينه وما بين المصادقة الكاملة، يعني هو 21 سنة. وذكر البيان أنه الاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وحققت الاتفاقية إجماعا في المصادقة بعد أن قامت مملكة تونغا بالمصادقة على الاتفاقية، حيث قام سفيرها بإيداع الصكوك ذات الصلة لدى مدير عام منظمة العمل الدولية بتاريخ 4 أغسطس 2020. وهذه الاتفاقية هي الأسرع في تاريخ المنظمة من حيث المصادقة عليها، حيث اعتمدها مؤتمر العمل الدولي من 21 سنة. مدير عام المنظمة رايدر بيقول يعتبر التصديق العالمي ب 182 دولة حدثا تاريخيا، معنى كده ان الاطفال هيتمتعوا من الان بحماية قانونية من اسوأ اشكال العمل، ما يعكس التزاما عالميا بانه لا مكان في مجتمعاتنا لعمل الاطفال بالشكل الذي يمثل استرقاقا جاية من الرق، يعني عبودية، يعني استعبادا، يعني أو استغلالا جنسيا، أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وغيرها من الأعمال غير المشروعة. طبعا حضراتكم خلال 10 سنين اللي فاتوا شفتوا آلاف الفيديوهات من أطفال صغيرة ماسكين سلاح في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي كل حتة، غيرها من الأعمال المشروعة غير المشروعة أو الخطرة اللي بتضر بصحة الطفل أو أخلاقه أو عافيتهم النفسية. الصحة العالمية بتطالب باحترام البروتوكولات فور إنتاج لقاح مضاد لكورونا. منظمة الصحة العالمية بتناشد جميع الأطراف باحترام اللوائح والبروتوكولات الحالية في إطار عملها على إنتاج اللقاح. ونوه المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندمير أن كل لقاح أو دواء يجب أن يخضع لسلسلة من التجارب والاختبارات قبل أن يتم السماح بتسويقه. وهذا كان تعليق على وعود روسيا بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بداية من 2021 حسب ما أفادت وكالة أنباء أكي الإيطالية. وكانت روسيا أيضا أعلنت منذ أيام قليلة أو لمبارح بالتحديد أن 3 شركات دوائية بتتجه لإنتاج لقاح ضد كورونا اعتبارا من سبتمبر المقبل. طيب في انتصار جديد للدبلوماسية المصرية أحب برضو أطلع حضراتكم عليه، حيث تولت مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في نيويورك خلال هذا الشهر. يتولى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة بنيويورك خلال الشهر الجاري، بما يعد إضافة جديدة لرصيد الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي. يأتي هذا في إطار جهود الدبلوماسية المصرية على ساحة القارة. وذكرت وزارة الخارجية اليوم، طبعا بس أنا بحب أوضح كل حاجة بقولها، يعني إيه علاقة الدبلوماسية المصرية على ساحة إفريقيا؟ بأن مصر ترأس المجموعة الإفريقية بنيويورك، لأن ده بيجي بتوافق من السفراء ووزراء الخارجية لكل الدول الإفريقية. وذكرت وزارة الخارجية اليوم أن السفير محمد إدريس أوضح أنه يشرف بثقة نظرائه السفراء الأفارقة وتوليه رئاسة المجموعة، وأنه يعتزم خلال رئاسته للمجموعة البناء على التحركات المصرية الناجحة لتحقيق السلم والأمن والرخاء في إفريقيا خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي العام الماضي، خاصة وأن المجتمع الدولي وإفريقيا يواجهان تحديات غير مسبوقة على خلفية انتشار جائحة كورونا وتبعاتها الجسيمة على القارة الإفريقية. أضاف مندوب مصر الدائم
أن هذه التحديات تستدعي حشد الجهد الدولي وأعمال روح التضامن وتجاوز الخلافات لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من تطلعات مشروعة خصوصا في إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك تتجاوز الدور التقليدي لمجموعات السفراء، حيث أن المجموعة الإفريقية لدى الأمم المتحدة هي أكبر مجموعة جغرافية تفاوضية، ما يجعل من المجموعة صوت إفريقيا الموحد الذي ينقل تطلعات وأمال الشعوب الإفريقية ويحفظ مصالحها على الساحة الدولية. طيب خليكم معايا، هقول عنوانين وهاخد مداخلة. عندي عنوان بمناسبة برضو نفس المداخلة، العنوان بيقول انه صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت ل 1.8 مليار دولار في النص الاول من 2020، والخبر المباشر بقى ان البنك الدولي وافق على مد برنامج تنمية الصعيد ل 2033 مع اضافة محافظتين جديدتين. ومعي على الهاتف السيد احمد علي الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. من فضلك، يعني هل احنا ماشيين باتجاه سليم في ارتفاع صادراتنا وده بيحقق مزيد من الثقة من البنك الدولي والصندوق والمؤسسات العالمية اللي بتصنف اقتصاد مصر؟ هو يمكن طبعا ارتفاع أداء الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة ده شيء مهم جدا، ويمكن مؤشر من المؤشرات الإيجابية اللي بتدل على تحسن أداء الاقتصاد. ويمكن انه كل ما كان عند حضرتك ارتفاع في نسب الصادرات لاي منتج ده بيدل على انه في زياده في حجم الانتاج واشباع للطلب المحلي، وبالتالي بيبقى في وفره بتتجه للتصدير مع الوقت، واللي بالتبعيه طبعا بينعكس على انخفاض الواردات واللي بدا يحقق لك فائض في حصيله النقد الاجنبي الداخل لحضرتك من الخارج. مسألة ان البنك الدولي يمد المشروع بتاعه او برنامج تنمية الصعيد يمده ل 2033 ويضيف محافظتين اللي هما سوهاج وقنا، في رأي حضرتك ده ممكن يعود علينا بايه وهو مؤشر لايه؟ لا، هو يعني البنك الدولي طبعا جهة اقتصادية عالمية منوط بيها تحديدا يعني مساعدة الدول ومشاركتها في برامج التنمية وإعادة الإعمار، ويمكن أنه برنامج مصر أو رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلي و2063 على المستوى الإقليمي في القارة الإفريقية، يعني دي أكسبت مجتمع الأعمال الدولي والبنك الدولي تحديدا ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والدولة المصرية، واللي بناء عليه طبعا كان هناك ترحيب في مد فترة عمل برنامج تنمية الصعيد اللي يمكن هو بدأ بمحافظة إنا وسوهاج. أيوة. وبالأمس تم الإعلان على إضافة محافظتين جداد وهم أسيوط والمنيا. أنا آسف، أسيوط والمنيا هم اللي جداد. تمام، هم اللي جداد. ويمكن ده بيعكس إنه في رغبة قوية جدا من جانب البنك الدولي على إنه يستمر في هذا البرنامج. أيوة. اللي حقيقي ليه أكتر من جدوى وفائدة سواء على الصعيد المجتمعي أو الصعيد الاقتصادي، لأنه من أهم يعني أهداف هذا البرنامج في الصعيد بالإضافة لتنمية الصعيد هو طبعا مكافحة الفقر في المقام الأول، على اعتبار أن الصعيد من أكثر الأماكن الفقرا في جمهورية مصر العربية، وبالتالي يمكن كان انطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي كانت من محافظة إنا وسوهاج، والنهاردة بنتكلم على إنا وسوهاج وأسيوط والمنيا. فأعتقد أن دي دلالة قوية جدا على مدى نجاح البرنامج في مرحلته الأولى، وبالتالي رغبة البنك الدولي في استكمال البرنامج بإضافة مرحلة جديدة تستمر لحد 2033 بيمكن من أكثر من 6 مليار دولار، ويمكن ده دعم مادي مهم جدا هيوجه بقى لدعم الصعيد في مشروعات صغيرة ومتوسطة والقرى الأكثر احتياجا وبرامج مكافحة الفقر وكل. بس في منهم يا فندم، في منهم 4 مليار مكون محلي، لكن القرض أو عفوا المنحة 2 مليار بس.
بالظبط يا فندم، هو 4 مليار مكون محلي من الداخل و2 مليار دعم من جانب البنك الدولي، وبالتالي ده يمكن ومبلغ يعني او قيمته كبيره جدا، هيساهم بشكل كبير جدا في دعم نجاح هذا البنك. انا بشكر حضرتك جدا سيد احمد علي الخبير الاقتصادي، وبشكر حضراتكم جدا. دقائق قليله وتشرفنا دكتور منى مكرم عبيد للحديث عن هموم السياسه، والهموم تعود بنا الى الشجن، فاذا نعود الى فيروز.